أهلا بكم من جديد. رغم حلول فصل الشتاء يصر البعض على الإبقاء على اللون البرونزي، ولهم في ذلك طرق عديدة، منها التشميس الذي نخصص له الفقرة الثانية من سيدتي مع جهان وخلود من جدة. بالفعل ميسة، فالتشميس وتغيير اللون تحت أشعة الشمس لم يعد مجرد حالة عابرة بين من يعشقون اللون البرونزي، بل تعدى وأصبح وتحول إلى هوس مثير للجدل. ما هي ظابطة معايا اليوم، مثير للجدل. عشان نعرف عن هذا الموضوع أكثر حيكلمنا الضيف اللي حيجينا بعد شوية على الاستوديو. نعم مشاهدينا الكرام، وطبعا في الحصول على نتائج سريعة للحصول على هذا اللون اتجه الناس إلى ما يسمى بالسولاريوم، هذه التقنية التي أدت إلى نتائج سريعة في الحصول على اللون، و بالإضافة إلى معرفة آثاره السلبية والإيجابية. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم نتكلم أكثر عن السولاريوم. قديما كانت البشرة البيضاء مطلبا لكل فتاة، ولكن يبدو أن هذه النظرة تغيرت كليا، حيث أصبحت البشرة السمراء أو ما يسمى باللون البرونزي مطلبا وغاية ليس للسيدات فقط، إنما أصبح مطلبا ذكوريا أيضا. فهم لا يوفرون وسيلة إلا وطرقوا أبوابها، بدءا بالتشميس الطبيعي عن طريق التعرض لأشعة الشمس على شواطئ البحر، وانتهاء بالتسمير الصناعي عن طريق ما يسمى بالسولاريوم. في الفترة الأخيرة بدأت حالة من الجدل حول استخدام السولاريوم وتأثيره على جلد الإنسان على المدى الطويل، وبنى بعض المختصين هذه المخاوف كون تأثير السولاريوم السلبي معادل تماما لتأثير أشعة الشمس الضارة، بينما يرى البعض بأن أصحاب البشرة البيضاء الذين يخافون من حروق الشمس هم أكثر المستفيدين من هذه التقنية، خصوصا إذا كانت تحت إشراف طبي. مشاهدينا تابعنا مع بعض هذا التقرير. الحديث عن الموضوع أكثر نرحب بضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور أحمد زهر الليالي، استشاري ومساعد وأستاذ مساعد طب التجميل وأمراض الجلدية. أهلا وسهلا دكتور. أهلا بكم. كيف الحال؟ الحمد لله شكرا الله سلام. دكتور تابعت معنا التقرير وتكلمنا عن السولاريوم، بس قبل ما نبتدي خلينا نتعرف أكثر على تأثير الشمس على جسم الإنسان. نعم. تأثير عام يعني السلبي والإيجابي. نعم. يعني الإيجابي باختصار شديد الأشعة التحت حمراء بتعطينا الدفء، وأيضا بنكتسب من أشعة الشمسية تكوين لفيتامين دال في الجلد، فهذا باختصار الجانب الإيجابي. الجانب السلبي لا يخفى على البعض المخاوف الكثيرة الموجودة، الأشعة فوق بنفسجية ألف وباء بتؤدي إلى خلل في الخلايا الجلدية، والخلل هذا قد يؤدي إلى مخاطر صحية على المدى البعيد. نعم. دكتور أحمد، يعني كثير من السيدات خصوصا الفتيات اللي هم يعني صغار شوية تين ايجر أو مراهقين بيتجهوا للتشميس، رغم أنه في منهم جزء منهم البعض منهم بشرته بتكون يعني مش فاتحة للدرجة دي، والبعض منهم بيكون أبيض، فبالتالي إيش الأخطر اللي تكون خطورته أعلى خصوصا في التشميس سواء الطبيعي أو حتى السولاريوم؟ إيش اللي بتكون في خطورة أعلى، البشرة البيضة أو البشرة الغامقة شوية؟ نعم، هي ربنا أعطانا صبغة الميلانين كصبغة حامية من الأضرار السيئة للأشعة فوق بنفسجية. تمام. فكلما قلت هذه الصبغة وبالتالي اللون أصبح إلى البياض، كلما كانت الحماية اللي أعطانا هي ربنا أقل، فبالتالي التأثيرات الضارة للأشعة فوق بنفسجية عالية على ذوات البشرة البيضاء، فبالتالي هم اللي يبغوا السمرة
هم أكثر ناس تضررا من الأشعة الفوق بنفسجية. السمر كمان بيدوروا على التشميس والبرونزية. ما في شك في ذلك تمام، هم كمان داخلين في الموضوع. طيب دكتور دحين عشان للحصول على هذا اللون البرونزي بأي وسيلة بديل عن أشعة الشمس، صار في أجهزة منتشرة اسمها سولاريوم، وطبعا كثير بيتجهوا ليها وأنا واحدة منهم صراحة. والدكاترة دكاترة الأمراض الجلدية انقسموا قسمين، في بعضهم يؤيدوا في بعضهم يحذروا منها. طب نبغى نعرف منك الحقيقة. نعم، هو زي ما ذكرتي في السابق الأشعة الشمسية الطبيعية كانت هي الأساس في الموضوع. نعم. وبعد كده لما عرفت المضار العالية لها تمام والتأثيرات السيئة شيخوخة الجلد وسرطانات، اتجه الناس إلى ما يسمى بالسولاريوم أو أسرة التشميس الصناعية. نعم. اعتقادا منهم أنه والله هذه أكثر أمانا. نعم. من مبدأ إيش؟ أنها هي بتعطي الأشعة فوق بنفسجية ألف، وهي لا تعطي حمرة في الجلد. نعم. فاعتقاد خاطئ من العامة، قالوا والله طالما ما بتعطي حمرة في الجلد فبالتالي ما بتسبب التهاب، ما بتسبب سرطانات ولا شيخوخة في الجلد. نعم. ولكن ثبت بما لا يدعو أي يعني مجال للشك. نعم. على آخر دراسات تمت في آخر 3 سنوات أنه السرة الشمسية بتعطي نفس درجة الضرر بالأشعة الشمسية الطبيعية، نفس درجة الضرر، بل بالعكس أنها بتطلق 15 مرة جرعة أعلى. نعم. من الأشعة فوق بنفسجية من الشمس الطبيعية. صحيح، لأن أنت بتحصل على اللون بس في 10 دقائق. بالضبط بالضبط. أيه. فالاعتقاد خاطئ تمام، فهي يعني كضرر زيها زي الأشعة الشمسية الطبيعية. نعم. نعم. طيب إحنا كمان ما نبغى نمنع البنات أنهم كمان حقهم بالتشميس، لأنه هذا برضو اللون جميل يعني. نعم. ما نقدر ننكر يعني. طيب أعطيني معايير اللي هي تكون نقول معايير السلامة. نعم. للتشميس اللي هم مثلا بتكون واقية لهم من الأشعة الضارة. نعم. أو الفوق بنفسجية، فإيش المعايير اللي هي الآمنة للتشميس؟ في الحقيقة أنه أنا ربما أقول خبر ربما يكون صادم نوعا ما، يعني في 2009 اعتبرت المنظمة العالمية للصحة والهيئة السرطان في أمريكا سرة السولاريوم كمصدر مسرطن زي وزي السجائر وزي وزي مادة الزرنيخ. فالسؤال والله ما هي درجة التعرض للسولاريوم الآمنة، زي كأنه الواحد بيقول كم سيجارة ممكن أشربها في اليوم وما يصيبني سرطان وتعطوني أمان في يعني الموضوع. يعني السولاريوم نفس ضرر نفس أشعة الشمس؟ بالضبط بالضبط تمام. فبالتالي يعني من خلال السؤال ده، كم سيجارة ممكن الواحد يتناولها من دون ما يصيبه أي مشاكل صحية؟ نفس السؤال، كم المدة الزمنية اللي ممكن واحد يقعدها في السولاريوم من دون أن يصيبه أي شيخوخة في الجلد أو سرطان؟ ما في مدة زمنية آمنة تمام. فإيش البديل؟ طبعا أنا بالتأكيد أنه اللون الأسمر لون مرغوب. فالبديل الآمن على حسب الجمعية الأمريكية الأكاديمية الأمريكية للطب الجلدية والجمعية الكندية للطب الجلدية، الجميع متفقين على نقطة واحدة، البديل الآمن هو كريمات التاني تمام، اللي هي سنلس تان، اللي هي الصبغة بالضبط، هذه هي البديل الوحيد. لا يوجد أي درجة آمنة للتشميس الطبيعي. والله مثلا واحدة تقول لي لو قعدت مثلا الساعة 4 العصر أو 5 العصر في الشمس، الشمس طافية صح، لكنه الضرر تراكمي تمام. إذا إحنا قعدنا الموضوع ده على مدى سنوات، فبعد كم سنة هتبان الأضرار حتى وإن كان في الفترة الزمنية البسيطة هذه. طب دكتور، حضرتك تفضلت قبل شوية في أول سؤال أجبتنا على الفوائد اللي نقدر نحصلها من الشمس. طيب دحين أنا هذه الفوائد لازم أنا أتعرض للشمس على طول مباشرة، يعني حتى أخذ الحرارة الدفء والضوء، ولا ممكن لو عندي مثلا بانوراما زجاجية أقدر أنا أتشمس وأخذ بس من الضوء أخذ الفائدة؟ يعني هو الدفء موجود، ما تحتاج انك تتعرض له مباشره لاشعه الشمس عشان تحصل على الدفء من الاشعه فوق تحت حمراء. سوري الفوق حمراء. النقطه الوحيده بس اللي هم بيجادلوا فيها اللي بيسوقوا لاجهزه السولاريوم والتشميس ولا ما ذلك، انه نحن لابد ان نتعرض للشمس حتى نحصل على فيتامين د. صحيح، لكن هذه النقطة تم تفنيدها تماما، وإنه المصدر الآمن لفيتامين د هو الغذاء الصحي المتكامل والمكملات الغذائية.
تمام، ما نحتاج نتعرض للشمس حتى نحصل على فيتامين د. نعم. الشمس مصدر غير آمن لفيتامين د. يعني حتى دحين الكلام اللي طالع غلط، انه هشاشة العظام عندنا احنا السيدات في السعودية عشان ما نتعرض للشمس، هذا كمان غلط. ده صحيح تمام، ولكن طيب. هو كلمة تمام لابد ان تفهم بطريقة اخرى تمام. فعشان يعرض السيدات الى اشعة الشمس ويتحصلوا على كمية كافية لازم يقعدوا في الشمس ما بين ساعة الى ساعتين. نعم. هذه بيدي ضرر تراكمي على مدى سنوات. نعم. طيب ففي بديل آمن ان احنا والله نعطيهم المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين د. ممتاز. يحتفظوا بجلدهم بدون شيخوخة، صحيح. من دون تجاعيد، صحيح. ومن دون اي خطر في السرطانات. طيب دكتور، يعني كون زميلة جان ذكرت حكاية التعرض للشمس، احنا بنشوف دائما يعني كثير من الاحيان وقت التعرض للشمس الناس بتستخدم اللي هو كريم واقي من الشمس او سان بلوك. طيب هذا ما له حتى فائدة بسيطة، انه هو بيمنع هذا الضرر. يعني هي كمان دكتور هي اسعارها كمان غالية، هذه الكريمات يعني تعتبر من اغلى الكريمات اللي هي بتحاول تحمينا من اشعة الشمس. بالاضافة طبعا لكريمات البشرة اللي برضو واقية من اشعة الشمس، هذه ما لها فائدة ولا ممكن تجيب نتيجة؟ هي التعرض للشمس لنشاط معين تمام، روح إلى العمل أو والله رياضة على شط البحر، ما في أي مانع مع وضع الكريمات الواقية من الشمس. لكن الاعتراض هنا أن وضع الكريمات الواقية من الشمس ومن ثم التشميس، يعني حتى لوجيكلي تمام بالمنطق تمام ما تيجي اعتقادا منهم أنه إذا حطوا الكريمات الواقية من الشمس فهم بيحموا نفسهم من الجزء الضار من الشمس. حاجة بسيطة اللي هي الأشياء اللي بيستخدموها. نعم. بس للتوعية فقط. نعم. اللي هي الخلطات الطبيعية. نعم. اليود وأحيانا بيحطوا بيبسي والأشياء، طب هذه نعم هي كلها الاكتساب لون السمرة تمام، فبدل ما والله يستخدموا أشياء ممكن تهيج جلدهم وتحتها خطين فالأفضل أنهم يستخدموا كريمات السن ستان، أي نعم أنها غالية ما في شك في ذلك. أو سواء الكباين الكبيرة اللي تعمل سبراي تان، الجلسة فعلا ربما تكون شوية غالية بس أحسن من ناحية أنه الصبغة الهيدروكسي أسيتون أكثر أمانا وما تهيج الجلد وبتدي لون أحسن من استخدام اليود والبيبسي ولا ما ذلك. طب دكتور إحنا يعني مثلا لو قلنا إن إحنا نتشمس خلاص، يعني أنا أحب التشميس مو دائما، بس متى أحس إنه فعلا التشميس هذا سبب لي ضرر على جسمي لازم إني أراجع الطبيب؟ هل هي حمرة، هل هي مثلا حكة، إيش يسلي بالضبط؟ نعم، هي متى الواحد يبدأ يشعر إنه في ضرر؟ لما يبدأ الواحد يشوف تجاعيد أو يبدأ يشوف سبوتس سوداء على الجلد. سوداء اي سبوتس سوداء تمام، بقع سوداء، فمعناته هذا في تعرض للشمس على مدى سنوات وسنوات تمام. نعم. اذا الواحد وصل الى النقطه هذه فمعناته يعني الضرر صار ولا يمكن الواحد يرجع في ثاني مره الى الزمن ويقول والله ما عاد اتشمس مره ثانيه. لكن اذا على المدى القصير تمام، اذا صار حمره في الجلد بسبب التشميس فمعناته الواحد فعلا قاعد في الشمس اطول من اللازم. وأنه المفروض مثلا بدل ما يقعد فترة ساعة ويحمر جلده المفروض يقعد نص ساعة، ولكن هذه برضو يعني أضع عليها خط، المفروض أنه أصلا ما يقعد في الشمس ويتشمس تمام. هذه الرسالة اللي بوصلها اليوم تمام. دكتور إحنا يعني رسالتك وصلت عندنا وإن شاء الله توصل لكل مشاهدينا اللي شافوا الحلقة بإذن الله. أشكر تواجدك معنا دكتور أحمد زهر الليالي استشاري أستاذ مساعد الأمراض الجلدية وطب التجميل بجامعة أم القرى على هذه النصائح المفيدة. شكرا لك. مشاهدينا أخبار من السعودية وخصوصا لك تهمك أنت سيدتي مع ميسة بعد الفاصل، ابقوا معنا.